نسختها رقم 49 بقيادة المدرب تيو ميدي. هذه المسابقة التي تقام عبر النسخة الماضية أقيمت في العام الماضي في نسخة 48. قيمة الدوري السعودي وقيمة المنافسة في كرة القدم السعودية فهي تعتبر عالية المستوى، وبالتالي أصبح الكلام عن البطولة التي كانت باسم بونفانس أفريكا تغيير الاسم لمسمى بطولة تولون باسم موريس رويان في عام 2016. بطولة تولون التي لا تقام تحت إشراف الأندية وحضور لبعض منتخبات الشباب، لكن نشاهد في السعودية ومع نادي اتحاد جدة عبر المسابقة العالمية بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام إن شاء الله في عاصمة السعودية. مستوى نتيجة المباراة عبور للعشر دقائق الأولى، لكن الأخضر السعودي أفضل على مستوى جام. محمد أبو الشمات يصعد للأمام بهذه الكرة أبو الشعشرين التي ستقام في فرنسا. كرة تصل العالم تحت 20 عام. تغلب على المنتخب الكوري الجنوبي، منتخب الفرنسي تحت 23 عام، لكن الغامدي غامدي، لكن وين شوف اللعبة، شوف اللمسة إلى أمام مصعب الجوير ولا مين، مصعب ولا مين هو مصعب بلمسة إلى أمام مامادو سار، أخطأ في اللقطة الماضية الغامدي عند ماتياس تيل لوضع كرة بالرأس. ماتياس تيل اللي يعتبر لاعب وصلت هذه الكرة مرة أخرى للخسرة، وصلت هذه الكرة عن طريق الحاضر الغامدي الآخر عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن. الثاني محاولات مستمرة، منتخب فرنسا لم يصل حتى هذه اللحظة لمرمى الحارس مهاجم منتخب فرنسا. كرة في الخط الخلفي تصل من جديد، حقق البطولة الأوروبية المنتخب في 4 مرات. ناحية اليسرى أحمد الغامدي، ناحية اليسرى يأكل منتخب فرنسا في أرضية ملعب وفي بطولة التي يستضيفها منذ قديم. في هذه الأثناء الله على الغامدي، شوف القائد بالقوة البدنية يعطيك، بالمهارة يعطيك، بالشطارة يعطيك، بالذكاء يعطيك، يجعلك بأن ترتكب الخطأ في هذه اللقطة. نعم باب المنتخب السعودي، لكن لا نأمل ذلك. أليكس ميرباخ في حراسة المرمى، مامادو سار، إلياس، محاولة لعبة خطيرة داخل منطقة الجزاء الثالث، والكلام لله. تدخل في هذه اللقطة، شوف الغامدي القائد، حيوية لاعب وسط الملعب الغامدي اللي أحمد الغامدي. زكريا وساوي أمام أيمن يحاول هذه الكرة، مر ديكو، لكن أبو الشمات بتدخل في اللقطة الماضية وصلت من جديد. أبو الشمات يتقدم بهذه الكرة، أبو الشمات في وسط الملعب، محاولة عن طريق فيصل الغامدي على طول الناحية اليسرى في هذه اللرة، لكن تدخل موجود بن نعمة يعود استعادة الكرة. الله يا فيصل يا غامدي، في وسط الملعب، وما يقدم فيصل الغامدي في وسط الملعب يجعل وسط ملعب المنتخب السعودي أكثر قوة. أحمد الغامدي، أيمن يحيى، تمريرة قصيرة، فيصل الغامدي، الله، مصعب الجوير يحاول في هذه اللعبة، محمد مران خارج منطقة الجزاء على دور صناعة اللعب. فيصل الغامدي أجاب، واحدة من الإنتاجات المميزة لكرة القدم السعودية وهجوم كرة وبأسماء ستكون حاضرة في قادم السنوات في مستقبل كرة القدم السعودية. سعودي الذي يعمل بشكل كبير جدا من خلال الفترة الصبياني في اللقطة الماضية. تعود الكرة للغامدي، الغامدي مسعود لمشعل، مشعل للغامدي، الغامدي لأحمد، فيصل، عودة مرة تاز مشعل، مشروع مدافع قادم، نعم مشروع مدافع قادم لهجوم منتخب الفرنسا. بنتومي، كرة فرنسا، محاولة من الناحية اليمنى، برافو فيصل، يقطع الكرة الماضية فيصل، وتدخل وخطأ.